قال لي الطيار ديال كان ديكولير، خاصني المانيوال ديال الموضي ديال الطيار، وخا تكون بيلوت كونفيرمي السيستم ديال كل وحده مختلف. هادي الهضره اللي كنت باغي نسمع. نط البيرو عند داك البوك ميكر، قلت ليه هادشي اللي تتسالو البيلوت، غنصيفط غدا واحد من المصبانه يخلص ليه كلشي. يلا بغا يقول لي راه مسامحين ليه، وانا نقول ليه الهضره ديالي باقا ما سالات. 48 ساعه اللي جايين انت المسؤول الوحيد على هاد البيلوت، الا شرب كاس واحد ديال الويسكي عندك ولا في شي بار اخر، هاد البار يولي يخلص كل شهر 4000 دولار للمافيا، ولا ما عندكش باش تخلص خاصو يتسدد المحل. عندي معاه رونديفو من هنا ليومين، بغيت يجوني مدوش ومحسن وجهو ويكون ساحي. هادي دابا ولات مشكلت. ملي كنا خارجين من هداك البار شنقو عليه عاوتاني هادوك الجوج، ولكن هاد المرة كانوا حاضرين باش ما يقربش شي كاس ديال الويسكي. سبونسور ديال هاد الفيديو غادي يكون هو وان اكسبيرت. وان اكسبيرت واحد لابلاتفورم تتخليك تراهن على الفروق المفضلة ديالك ولا الفروق اللي متابعة وكلشي بالتليفون. وان اكسبيرت جات واحد الخاصية جديدة في البلاتفورم ديالها هما الألعاب ديال الكازينو، تعطيو بزاف ديال لي بونيس. إلا دخلتي في الكود برومو ديالي اللي هو بلقا 23 غادي تدخل عندهم للسيت، غتاخد بونيس فيه 3900 درهم و30 سبين فابور. أخليكم يا إخوان كلشي أول تعليق حتى سعيد للجميع، ورجعوا للقصة ديالنا. ملي تكون خدام مع احسن واحد في المخابرات في كل افير تزيد يبهرك بالابداعات ديالو. عمرني ما عرفت الاسرار ديال يوري كوين، ومنين تيطيح المعلومات هذيك تتبقى الخلطه السحريه ديالو وسنين ديال الاكسبيريونس. فوز الظلام ديال البيرو ديال المصبانه والضبابه ديال السيجار، كنت مسافر مع واحد لاسافوني، كانت النمره 9 بحال الكاليبر ديالي. سينيه من عند المعلم الكبير لودفيك فان بيتهوفن اللي عنده شي وحش ساكنو لداخل. هذيك لانافيام سامفوني كانت غتكالمي. بقيت نتلمس في هذاك التسعود اللي كان فوق الطاوله وعايش مع هذيك الموسيقى فحال شي بسيكوبات، خاصو شويه ديال الثيرابي قبل ما يبدا شي قوه داك حلا. فرمشات عين تهرسات هذيك الامبيونس كامله، كان الصوت ديال الفاكس ميلونج عليا مع هاديك لا سامفوني اللي كنت مخشع معاها، وخسر لي هاديك اللحظة فحال شي بيترولي دفك في شي جزيرة. الما ديالها كان شبعان خضورة وبدا تيتميلونجا مع البترول. تحبس هداك الصوت الكئيب ديال الفاكس وتبوع عليا ثلاثة الورقات. الرسالة كانت من عند الجاسوس ديالنا يوري كوين، من الشوفة عرفتها ما تتبشرش بالخير. وغير لحت عيني على الورقة الأولى، زاد في الليستة آخر واحد خاصو يموت باش تصداد لافير. والصراحة ما كانش نابوركي، كان صديق ديال لويجي بيريسترويكا. عيت ما نتجنبو واخا كنت شاك فيه من الأول، صراحة كانوا دلائل وما بغيتش نحفر فيهم. الإنسان بالطبيعة ديالو ملي تيحاول يتهرب من المسؤوليات اللي عليه ولا تلقى صعوبات باش يتعامل معها، اللاوعي ديالو ديما تيخلق ليه واحد الواقع بديل تيقنعو تيديه في نفس الاتجاه اللي كان باغي يمشي فيه. هاد الهروب الوهمي تيحميك من الستريس، ولكن ما تيحلش لك مشاكلك، تتربيهم وتبقاو يكبروا حتى تلاحو لك على وجهك شي نهار بحال شي مشك حل مصور. الفاكس ديال يوري كوين كان فيه دليل قاطع، ملي تتشري شي جيت بريفي خاص تكون عنده النمره ديال لي ماتريكولاسيون، حتى هو في حال الطوموبيلات الحرف الاول تيكون خاص بالدوله اللي محسوب عليها. على سبيل المثال الامريكان لي جيت ديالها كاملين تيبداو بلا ليتر ان، والنوامر الاخرين تيكون عندهم علاقه مع الموديل ديال الطياره. هاد المعلومات مهمين، ما تيخليوش البيلوت سايق فحال شي عمى، خاصو يبقى ديما في علاقه مع لي تو دي كونترول، هما اللي تيعطيو لي زانفورماسيون كاملين على الديكولاج ولا تيريساج والالتيتود. في الرابور ديال يوري كوين جات بريفي ديال بيريسترويكا كان تنزل ديما في نفس المطارات اللي تتنزل فيهم الطيارات تاع نيكولاي. بقيت نشوف هادوك لي دات ديال الرابور. نهار تطرقات المصبانه ديالنا بالكلاشنيكوف، الطيارات ديالهم جوج كانوا في نفس الايروبور، و تمنين تلاقينا عند الجنرال
لاحظت بيريستروكا كان باغي يدخلها بحيط بيض ويتفادوا يفاري هاد لافير. تنعرف الكاركتير ديالو مزيان، داير بحال البوس ديالي الواجي، عمرو ما تيبغي يحل المشاكل بطريقه سلميه. بقيت نشوف هذاك الرابور، ما يمكنش يكون هادشي كله صدف. وباش نحطو نهائيا في لائحه الموتى عطيتو اخر فرصه وما خاصوش يكذب فيها. نار سرقات المصباله، وعلى حساب الرابور تاع يوري كوين لو جيت بريفي ديالو كان في المدينه ديال دالاس، كان محطوط حدا الجيت ديال نيكولاي. هزيت التليفون وعيطت ليه وسلمت عليه عادي. قلت ليه لافير ديال لويجي ماتو فيها بزاف ديال الناس وما بقى فيها ما يتقال، دابا سديت هذاك الدوسي وخاصة نرجعو للبيزنس ديالنا. قلت ليه السلعة اللي تتوصلك كل شهر غتكون ناقصة ب 250 كيلوات الشهور اللي جايين، يلا سيني سكونطرا جداد معانا جداد وخاص شوية الوقت على ما يرجع البيزنس ديالنا كيما كان. بقات يضحك وقال ليا ما كاين حتى شي مشكل، المهم هو الواجي يوقف على رجليه ونديرو شي احتفال زوين. قبل ما نقطع معاه لحت ليه واحد البيلانتي انديريكتومون، قلت ليه نهار طرقات المصبانة ديالنا تيعاودو دخلت شي كمية كبيرة ديال السلاح لموسكو وبغيت نعرف شكون اللي تيبيع. قال لي الصراحة داك النهار المشوم ما كنتش في موسكو، كنت نصيد دب مع شي صحابي في سيبيريا، ولا خاصك سلاح ولا شي لعيبة بحال هادي، عندي بزاف ديال لي زادريس ويديرو معاكم اتمينة مزيانة. جبت ليه الدورة من البعيد وجريت معاه الماي وتأكدت هذيك الساعة بلا بيريسترويكا، كان واحد من هذوك اللي نظموا البراكاج ديال المصبان ورجليه كانوا مغمسين مزيان في هاد لافير. شعلت واحد السيجار كويبة وخرجت من هذاك البيرو. بان ليا فرانكي من البعيد واقف مع هذوك صحاب الباب، تنعيطو لهم لابورتا. قربت عنده وقلت ليه الجولفور ديالنا ما عيطش والمهلة ديالو سالات، هزاد الناس كاملين اللي ما عندهم ما يدار كاغور وكلاشنيكوف الواحد، بغيت السلالة ديال ويليام هوفمان تقطع من هاد البلاد. عطيتو الاختيار وعزل طيارتو على فاميلتو، وفي أقل من 30 ثانية نظر رواج في هاديك المصبالة، طونوبيلات تيديماريو والسلاح تيتفرق بحال البوب كورن. يلا بغيت نقول لفراكي ما تخليش الديموان، واجيني ميساج في التليفون في لادريس ديال الايروبور، ماتريكول ديال الطيارة وثلاثة ديال السميات، بيلوت وكوبيلوت وميكانيسيان. كانت ليسا ديال الطاقم ديال الطيارة اللي تسات ويليام هوفمان نيكولاي قبل ما اي ديبار. بقات يضحك فرانكي، قال لي عنده واحد الزهر تيهرس حجر. جبت التليفون ديالو كان مديشارجي، قال لي كنت حركنا ما كانت عندك حتى شي طريقه باش تتصل بيا وتعاني لي هاد الميسيون. عنده سبعة رواح هذاك الجولف. في الميساج ديبار كان مع الخمسة ديال العشية في واحد الايروبور سكوندير تنزلو فيها على جيت بريفي. ملي كنا تنوجدو في الديبار سولني فرانكي قال لي علاش ديتي معاك ربعة ديال لي باراشوت وحنا غا تلاتة بينا لا نقزو. قلت ليه في جيت بريفي تتكون ديما اينو تيست، وهاد لافير بيننا وبين نيكولاي خاصني نخلي لها لو شوا، يا تنقز معانا يا تموت معانا. فرانكي ما كانش يهتم بهاد الامور من بعد الثيرابي ديالو مع البسيكاتر ديال المافيا، ولا تيبان ليه بنادم كله فحال الدبان. ملي تلاقيت مع البيلوت ديالنا بان ليا تبوكس في اقل من سيمانه، بقاو شارقين عليه هادوك الجوج 24 ساعه على 24 ساعه. قال لهم هذاك البوس ديالو من البوك ميكال طواليتو ما يمشيش لها بوحدو، كان خايف يخسر البيزنس ديالو على قبل واحد الكوليك. جابوه ليا فحال شي ورقة 50 باقة جديدة ضارب اينيفورم لاصق عليه تقول شي كوموندون دبور ديال بصح. ركبنا بثلاثة بينا في واحد لاكاميونات مكتوبة فيها كبيرة السمية ديال الشركة دلتا فلاي. طريق كاملة بقى ساكت هذاك البيلوت ولاحظت يديه تترعد، قلت فراسي هذا غيشير بينا قبل ما تديكولي هذيك الطيارة. ملي وصلنا للمطار صيفت فرانكي قاد الامور مع البيرو ديال لادوان، كان مروني شوية هذاك البيلوت شنقت عليه وديته لواحد القنت. قلت ليه ما كنتيش قادر ديكولي هذيك الطيارة قولها ليا دابا نعاني لي كلشي وتاخد هذيك 5000 دولار ديالك. جاني سكيري من الاخر قال لي الا بغيتي نديكوليها بلا مشاكل خا
حاصلين السيطره ديال الويسكي. بقيت نشوف فيه وما كانش عندي لو شو، يدي كانت تترعد. دخلت لواحد البوتيك صغيره كانوا تيبيعوا هذاك الشيء ديال الفريشو، وشريت لي قرعه ديال الويسكي 50 سنتيلتر. ما يضربش بالك هاو، ولكن غادي تقادو. ومن بعد تحركنا ديريكتو مول الطيار، نزل على هذاك المسطي في الكوكبيت قبل ما يتوش اي بوطونة، وغير وصل عندنا فرانكين بعد 5 ديال الدقائق. اليد ديال البيلوت سودات، ما بقاش تفيبري. كانت شي 150 بوطونة قدامي، وقلت فراسي الى ديمارات الطيارة في وسط البوطونات راه خونا عارف شي يدير. جبد البيلوت واحد الكتاب وبدات يدير لا تشيك ليست. هاد اللعيبه ما زاداش من راسو، كنت فايت شايفها في شي فيلم. ملي سال الشغل ديالو كامل، طابلو دبور كامل ديال الطياره شال، وبداو المطر تيدورو. وهاديك الساعات حسيت بشويه ديال الراحه. في الداخل في الكوكبيت ما كناش عارفين واش نيكولا يطلع للطياره ولا باقي. الباب ديالنا كانت مسدوده بالسالوت. هادو هما القوانين الجداد ديال لافياسيون. لي زوتيس هما الوحيدين لي قدروا يدخلوا الماكله لي بيلوت. يلا بغيت نسول فرانك على الروسي واش شافو منين كان جاي. هو يشعل لنا البيلوت الكاميرات، كانوا شادين لي زونغ ديال الطياره كامله. وبان لينا نيكولاي وصاحبو شاعلين السيجار، كل واحد فيهم تيقرا الجورنال. تاكدت في هذيك اللحظه بلا البيلوت ديالنا عارف شي يدير وضابط الامور ديالو. وزدت تاكدت ملي عطاو لي كوردوني ديال لي بيست في الراديو، تحرك لها ديريكتومون بلا ما يسولو، تعطاو لوتوريزاسيون ديال الديكولاج. لازا ديال الطيارة كانت شوية مخطوفة، معطاش حقها في لابيست، طلعها في عشي اف ساج مشي بورطافيو. وبان لينا في الكاميرات نيكولاي تيضحك مع صاحبو. طارت لي كانيطا من يدي بهداك الديكولاج. غير درنا واحد 10 ديال الدقايق، قالي البيلوت الميسيون ديالي سالات هنا، دابا درتها في بيلوطاج اوتوماتيك، ودابا خاصني نضرب الكاس مزيان، بغيت نتلحم لهاد الطيارة مكاوي. خرج من هذاك الكوكبيت وبان لينا في الكاميرا تيهضر وتضحك مع لوطيس. بهاديك الحطة اللي كان لابس كان تيبان كوموندو محترم بحال هادوك ديال قطار ايرويز. ملي رجع عندنا كانت في يدي خنجة كبيرة فيها بزاف ديال القريعات صغار ديال الويسكي، كان تيشربهم بحال شي عصير ديال التفاح. ماكينة حلوكم كان تيتسابق مع شي كاو. صراحة فهاديك اللحظة مبقيتش مسوق ليه. البيلوت ديالنا سالا الميسيون ديالو وجا الوقت باش نتلاحو كاملين. هزيت الميكرا وعيت لوطيس دولار، قلت لها تجيب لينا جوج قهاوي. غير دقات في الباب، حل على فرانكي ودخلها هي والبلاطو ديالو وجلسها في واحد الكرسي. بانت ليا مخلوعة فوجها وانا نزيد نخلع. قلت لها الطيارة غتكراشا في هاد ربع ساعة اللي جاية، كاينين 4 ديال لي باراشوت وستة ديال الناس. دابا غادي نعطيك الاختيار، يا خرجي تتغاوتي عند الباترون ديالك وغتموتو مجموعين، يا جبدي الباراشوت اللي كاين تحت هاد الكرسي وهاد الليلة غتعشاي مع فاميلتك. بدات تبكي وقالت لي عمرني ما نقصت مشي طيارة. قال لها فرانكي هاد الباراشوت فيه كروشي واحد، إلا جريتيه غادي يتحل. نزلنا الطيارة لتروامين متر لالتيتود اللي يقدر يتلاح منا باراشوتيز، وديزاكتيفينا البيلوت اوتوماتيك. غير خرجنا من الكوكبيت ويرشمني ديريكتومو نيكولاي، قال لي انت تنعرفك مزيان اش دير هنا في الطيارة. ضربو فرانكي بواحد صرفيقة تتحلات لي الكرافاطة، ولات عندو اللبسة شوية ديكونتراكتي وجبد عليه النحاس. قلت لي كاين واحد المانيوال ديال البيلوطاج لداخل، عندك 3 ديال الدقايق باش تحاول تفهم فورماسيون ديال 7 سنين الا بغيتي تبقى عايش. تلاح البيلوت هو الاول وضرب راسو مع الباب. نزل المسكين مفلق من هذيك الطياره، وهذيك لوطيس بقات تتردد ما زعماتش تلاح. وفي هذيك اللحظه بدات تبيكي الطياره، عندك انا والوحش فرانكي، وتلاحينا معاه مجموعين في هذيك الظلمه. منين اكتيفينا الباراشوت وكنا نازلين، كانت تبان لينا من البعيد الضواو ديال الطياره نازلين بيك. يلا البلاصه اللي طحنا فيها كانت مروجه مزيان، بزاف ديال الضوا والموسيقى خدامه بالجاد. كانت ليله ديال الكارنفال، الناس ضاربين كلهم دي ديغيزمو. جمعنا لي باراشوت ديالنا قدام هذاك القوم وما سوق لينا حتى شي واحد. كنا مدابجين مع داك لو تيم وهاديك لومبيونس ديال الكارنفال.
نزلنا كاملين سالمين في هذيك الحفله الا البيلوت كانت فيه جريحه صغيره في راسه ومشى ديريكتومو لواحد البار قال لينا غنكمل الليله هنا وغدا غادي نشد الكار لشيكاغو ما تنساوش تصيفطوا ليا فلوسي. لوتيس دولين ما طرا لا والو نزلات بطالونه وبلا ما يتهرس وعطيتها واحد لا بروبوزيسيون ما يمكنش ما تقبلهاش. قلت لها جوج وجوها لي قدامك الا نسيتيهم دابا غادي تخناي وتقدري تعيشي بلا ما تخدمي هاد ربع سنين اللي جايه ولا تفكرتيهم شي نار. وانا جبت واحد القرطاسه 9 مليمات من الشارجور ديالي ودرتها ليها بين يديها قلت لها غنرجع ناخذ هاد القرطاسه وغناخذ معاها بزاف ديال الحوايج. الميساج ديالي كان كلين ووصلها بالزربه. قالت لي قابله لا بروبوزيسيون ديالك وعطاتني نيميرو الكونت ديالها. قالت لي دابا غادي نتكشف وسط هاد الجوقه ونتمنى عمرنا ما نتلاقاو. 3 ايام من بعد كنا مجموعين كنا في كورليون الواجي عرض على فاميليا كامل ونظم واحد الحفله كبيره. البوس ما بقاش يمشي بالعكاز ديالو وجا الوقت باش يرد لي الخاتم ديال الكاب. قال لي دون تيستا دارت خدمه مزيانه بزاف هادشي عمري ما غادي ننساه ويبقى محسوب عليا حتى غنموت. اليوم غادي نحتفلوا مزيان بالروتور ديالك وغدا غنرجعوا لي زافير والبيزنس ديالنا. توحش بزاف هذاك البيرو من الله. دا الصواريه ديالنا مزيانه ومع جوي الربعة ديال الصباح الوجي جا تليفون من موسكو صاحبو بيريسترويكا مات بقرطاسه بين حجبان. تعاودو كان السيد مع شي صحابو وسي جبال في روسيا ونزلت شي قرطاسه من السماء وسكنت لي بين عيني. ايوم يقلبوا في هذيك البلاصه اللي كانوا فيها وما لقاو حتى شي طراز ديال شي واحد داز من تماك. كانت خدمه ديال بروفيسيونال سنايبر ديالنا روم 67 عطيتو الحريه ديالو والثمن ديالها كان راس ديال بيريسترويكا. كنت متاكد الويجي كان غيتعذب اكثر كون عرف الصديق ديالو هو اللي مورا هادشي كامل هو اللي خلص باش يقتلو. هاد النهايه ارونجات الاطراف كاملين. الويجي بقات عنده فكره زوينه على داك السيد وانا بين جي دون تيستا وفيت بالكلمه ديال البوس من يحس بالموت. كان قال لي كلهم خاصهم يموتوا. اخوان اخوات انا فين سال جوز 11 من قصه المافيا. نتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقات كاملين. كان معكم رشيد من قناه بلقابين. شكرا لكم والى اللقاء.